ضفاف ثقافية. نترصد الكاتب والكتابة والكتاب، نفتح السيرة بصدق معرفي، نقف على الراهن الثقافي والفكري بكل موضوعية. ضفاف ثقافية، إعداد تقديم الأخضر بختي. كوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها. أن تكتب هي أن تعلب موت الرتابة وردة لفرحة المنتهى، أن تكتب هي أن تهجر ما تبقى من كلمات إلى ظلك في الهوامش البائسة، أن تكتب هي أن تحرر ناي الحروف منك ومن أغنية عانسة، أن تكتب هي أن ترسم صمتك عرسا على مرآة حكمة يائسة، أن تكتب هي أن ترافق ذكر السنون دليلا للمساءات الحالمة، أن تكتب هي أن تشكل العمر ربيعا أو غيمة هاربة. أهلا بكم وطيب الله ممساكم. ضيفتي فاء الفراشي، ترنيمة العشب لوصية النوار، ألف الإماءة في اختصار الكلام. ضيفتي طاء الطريق إلى شمس الصباح المتيم. ضيفتي اختصارا الدكتورة والأرطفونيست فاطمة خلدوني. فاطمة خلدوني دكتورة تتعاطى الدرس الأرطفوني بحثا وتدريسا، خريجة جامعة الجزائر ماجستير ودكتوراه، أخصائية سابقة بقسم طب الأطفال بمستشفى الولادة والأمومة بسعيدة، أستاذة بكلية العلوم الاجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة مصطفى اسطنبولي بمدينة معسكر. فاطمة خلدوني قرأنا لها الكثير من المقالات في تخصصها عبر العديد من المجلات العربية والدولية المحكمة. صدر لها مؤخرا كتاب سمته على بركة التخصص التوحد رؤية عصبية معرفية. سعيد بها اليوم ضيفة وصديقة ودكتورة، كما سعيدة بها الضفاف وهي تحتفي بمنجزها الأكاديمي. دكتورة فاطمة خلدوني مساء الخير، مساء البهاء، مرحبا بك في رحاب ضفاف ثقافية. مساء الأنوار أستاذي الكريم، مساء الفل والورد والياسمين في هذا المكان الرحب. أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة، كما أرحب بالمستمعين الكرام، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة جلسة طيبة مفيدة تحمل كل المعاني السامية وكل ما يعني يتمناه أو يبحث عنه المستمع إن شاء الله. ستكون أطيب إن شاء الله أكيد فاطمة. دكتورة فاطمة خلدوني، دكتورة فاطمة خلدوني، يعني قبل أن ندخل غمار هذا البحث وقبل أن نبشم متن يعني هذا المنجز العلمي الأكاديمي المهم،
لا شك يعني وأنت العارفة بحكم الاختصاص، فأنت أخصائية يعني نفسانية قبل كل شيء، يعني أن شخصية الإنسان تحمل على سبور الطفولة، فهي المكون الباني الأساسي لشخصية الإنسان يعني في الكبر. لو أردت القبض على طفولة فاطمة خلدون الطفلة قبل الدكتورة، من أين سأبدأ؟ تبدأ من هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية يعني لكل نبتة كانت بذرة، وكل بذرة تحتاج اهتمام وسقي ويعني وإماطة أذى يعني لتنبت نباتا حسنا. أكيد. حتى وإن يعني اجتمعت حولها كل يعني ما يؤذيها، فإن النبتة الطيبة تبقى طيبة وستنبت كذلك. الأصل أصل يعني. أكيد. والأصل يعود إلى الوالدين يعني في هذه في هذا الأمر. نحمد الله ونشكره أنه كان لنا حظ بأن يعني استسقينا يعني هذه الشخصية من الوالدين الكريمين اللذين يعني سهرا، بحيث أنا البنت البكر في العائلة، فكنت محط يعني اهتمام المسؤولية طبعا. وأكيد يعني تدربت على المسؤولية، ويعني وهذا كان أيضا بدعم منهما، أشكرهما جزيل الشكر في هذا المقام. يعني طفولة تقريبا عادية، كانت مليئة بالحب بالرعاية بالحنان، مفعمة بالاهتمام. كما أعود بطفولتي يعني فيما يخص يعني مجال الكتابة والقراءة التي بعيدا عن تخصصي يعني أستهويها كأدب، يعني حتى أنني في مرحلة الدراسة كانوا يقولون أن لك موهبة الكتابة والتأليف. وأتذكر في الابتدائي كانت المعلمة تقول عندما تعطينا تعبير كتابي أرجوك اختصري بحيث خيالك كان واسع. وهذا يعني من خلال القراءات يعني. القراءات التي وفرها لي الوالد الكريم الذي كان يعني لا يبخل علينا من هذه من هذا الجانب، بالرغم من أن في تلك الحقبة يعني في تلك الفترة لم يكن هناك اهتمام كبير بهذا المجال، ولكن هو كان كلما يكون هناك معرضا للكتاب يأخذنا ويتركني يعني أقتني ما يعني أستهوي من الكتب، حتى يعني أنها كتب كانت أكبر من سني، ولكن لم يكن يرفض أن يقتنيها، من كتب دينية وقصص للأطفال وروايات ويعني من كل المجالات، حتى يعني مجالات الطب والقواميس والموسوعات. يعني ما شاء الله الحمد لله حتى كبرت يعني عرفت يعني أو أدركت قيمة ذلك. وكبرت يعني كبرت الطفلة فاطمة وحملت معها الطفل يعني درسا واهتماما. لماذا دكتورة فاطمة خلدون يعني هذا الاهتمام بالطفل خاصة على المستوى الأكاديمي؟ الطفل يعني هذا يعني السؤال في حد ذاته إجابة عندما نقول لماذا نهتم بهذا الطفل في الجانب الأكاديمي. يعني الطفل هو مستقبل المجتمع، هو مستقبل الحياة. يعني إذا لم يكن هناك طفل أمامنا تكون الحياة وكأنها أكيد. أبيض وأسود بدون ألوان. الطفل هو الذي يضفي تلك الابتسامة تلك الضحكة، هو براءتنا يعني، هو الحياة. بالنسبة لي هو الحياة مهما كان هذا الطفل. يعني لا نقول أن فيه نقائص، هو طفل بكل ما بشقاوته بمشاكله باضطراباته يعني ذكائه بمواهبه، هو طفل في حد ذاته. دكتورة فاطمة خلدون، يعني التوحد رؤية عصبية معرفية، كتاب يعني حاول تطويق واحتواء شريحة معينة من الأطفال، أطفال التوحد. هذه الشريحة من الأطفال التي نجهل عنها الكثير. نحاول دكتورة فاطمة أن نقترب من هذه الفئة. وهل التوحد يعني مرض كالأمراض الأخرى؟ شكرا أستاذ على هذه الالتفاتة حول هذا الموضوع. التوحد يعني خاصة يعني هذا الموضوع الذي أصبح بالنسبة للجميع اللغز الغامض،
بالرغم من أنه يعني لو نرجع إلى الكتاب قد وضعت يعني تاريخ ونشأة هذا الاضطراب في البداية، والذي كان يعتبر في البداية مرض فصامي. إذن سنرى أنه كان منذ زمن طويل، ولكن الاهتمام به ربما نظرا لانتشار التكنولوجيا بين المجتمعات هو الذي قرب الرؤية لكي نتعرف على هذا الاضطراب الغامض. هذا الطفل، يعني أنا لا أقول المريض أو التوحدي أو المضطرب، هو طفل، هو يعني أعجوبة الحياة. يعني لو يعني تعيش في عالمه ستكتشف الكثير. ممكن أن أقول لك أنه اللغز الذي علمني أن أحترم الحياة. جميل. يعني هذا الطفل. دكتورة فاطمة أسمحك، يعني ما هي أسباب يعني هذا المرض، وهل يمكن يعني التغلب عليه يعني خاصة في بدايته؟ يعني أولا لا نقول هل نستطيع التغلب، نقول يجب أن يتحلى الوالدين بالإرادة القوية أولا في تقبله وفي احتوائه. ما هي أسبابه يعني؟ لحد الآن لم يصل العلم إلى الأسباب الحقيقية، وهناك افتراضات فقط، افتراضات بدأت منذ ظهور هذا الاضطراب، وهذا يعني أيضا موضح بالتفصيل في الكتاب، يعني في ثنايا هذا الكتاب. الفرضية الأكثر اقترابا لحدوث هذا الاضطراب هي فرضية عصبية، عصبية معرفية، بحيث أنه توصل العلماء من خلال البحوث والدراسات والتجارب العديدة أن النسبة الأكبر في سبب ظهور هذا الاضطراب هو مشكل أو اضطراب على مستوى المشابك العصبية، يعني الكونيكسيون، الاتصالات العصبية المشبكية في الدماغ. بحيث لهذا يعني الوالدين يتساءلان كيف أن طفلي أشعر أنه يعرف يفهم، كيف أنه يرى، أنا وقد قمت له بفحص على مستوى العيون وهو يرى، لماذا عندما أعطيه شيء لا ينظر إلي؟ ترى هناك الرؤية وهناك النظر. لماذا هو يسمع ولكن عندما أكلمه لا يستمع؟ إذن هناك السمع وهناك الاستماع أو الإنصات. هذا هو الإشكال، بحيث هناك مشكل على مستوى الاتصالات بين الرسائل العصبية على مستوى الدماغ، وهذه الفرضية هي الأكثر يعني اعتمادا على مستوى البحث العلمي. طيب دكتورة فاطمة، يعني وأنا أقرأ كتابك، يعني التوحد رؤية عصبية معرفية، وقفت على عتبة العنوان، يعني في تركيبته التي تبدأ بالتوحد كرؤية عصبية ثم معرفية، وكأنك يعني تدخل في محاولة للبحث كما قلت في المقدمة، البحث عن كينونة وأسرار هذا المرض، إن صح هذا التعبير. يعني صحيح. يعني عندما نقول رؤية عصبية معرفية نقصد من هنا المعرفية، ليست المعرفة العادية التي نتحدث فيها بالمنطلق الأدبي، وإنما المعرفية من خلال الرؤية العلمية يعني العصبية، بحيث هناك كوغنيتيف، يعني عندما نقول كوغنيتيف أو لابسيكولوجي كوغنيتيف، نورو بسيكولوجي كوغنيتيف، يعني هذه كلها علم النفس العصبي المعرفي، بحيث لا يعني نكتفي بوجود جهاز عصبي سليم، وإنما يجب أن يكون جهاز عصبي سليم فعال. بمعنى فعال بأنه يستطيع القيام بكل الوظائف، هذه الوظائف التي تختص بها الجانب المعرفي، يعني علم النفس المعرفي أو العلوم المعرفية، من منطق ولغة وتحليل واستدلال ويعني ذكاء، كل هذه الوظائف يجب أن يتحلى بها الدماغ ويستطيع القيام بها، ثم الربط فيما بينها. أعطيك مثال بسيط في هذه النقطة، الطفل التوحدي أو الإنسان بصفة عامة، إذا كانت له لغة، هل تكفي أن تكون هناك؟ ما هي اللغة؟ هي مجموعة من الحروف والكلمات والرموز المتعارف عليها في مجتمعنا. اشتغلت يعني قبل على اللغة يعني عند الطفل؟ أكيد، هو مجال تخصصنا. يعني هذه اللغة تحتاج إلى ترتيب وتنظيم واستدلال ومعاني، وهنا نقول مستويات اللغة، يعني من المستوى الصوتي بحيث الرضيع في بداياته يبدأ بالمناغات
ومعرفة الأشياء، نقول معرفتها وليس الكلام بها، بحيث يبدأ يتعرف على الأوجه، يتعرف على الأشياء من هذه اللحظات، يبدأ يعني يكتشف الحياة يعني. نعم يبدأ في هذه الاكتشافات ليصل إلى عمر السنتين للنطق بها، نطق ولكن ليس توظيف، ثم الكلام حتى يصل إلى 5 سنوات إلى المستوى النحوي والبراغماتي. لذلك يعني الدخول المدرسي يكون حتى سن 6 سنوات، لأن الطفل يكون جاهز في استخدام واستعمال هذه اللغة. هذه اللغة تتحكم فيها الذاكرة، المنطق، التحليل، الاستدلال، هذه الذكاء، كل هذه النقاط تجتمع فيما يسمى الوظائف المعرفية. الوظائف المعرفية أين نجدها؟ نجدها في الدماغ، تمام؟ لهذا يعني نقول رؤية عصبية معرفية. دكتورة فاطمة خلدون، يعني التوحد يعني لم يكتشف إلا عام 1943 يعني في العالم، يعني والبعض يعني يقولون أنه ظهر قبل هذا يعني بكثير، ولكن في الجزائر يعني لم نكن نسمع بهذا المرض إلا في السنوات الأخيرة، وكثرت يعني الاهتمامات والدراسات حول هذه المتلازمة إن كانت متلازمة، وأصبح يعني هذا المصطلح مستهلكا تقريبا عند الكل. لماذا هذا التأخر يعني في اعتقادكم في ظهور هذا المرض يعني؟ ربما هي تسويق المعلومة. فعلا تسويق المعلومة. يعني إذا قلنا في الجزائر، يعني نحن يعني حديثي الاستقلال 1963 أو 62 أين بدأت بوادر يعني التحرر، وكانت هناك اهتمامات بالبنية القاعدية للوطن، ثم بعدها يعني بدأ الاهتمام بكل، بالرغم من أن هذا الاضطراب كان موجود كما تحدثنا في بدايتنا، يعني كان موجود ولكن لم نكن نعرف يعني حيثياته، ولم يكن هناك اهتمام لمعرفة أو الخروج به من بؤرة الظلام إلى النور. الآن نحن الآن في عصر التطور، عصر التكنولوجيا، يعني هناك تواصل اجتماعي، حتى وإن لم تصل المعلومة من الطبيب، هناك يعني المثقف وغير المثقف يتعرف عليها من خلال يعني قنوات التواصل الاجتماعي. ربما أيضا الاهتمام بهذا الاضطراب بحكم يعني تطور الأبحاث في الدول التي ظهر فيها بداية، وبتطورها أصبح لغزا. كيف هناك؟ وهذا اللغز لماذا نقول لغز؟ لأن العامة لا يعني تحدث عن أهل الاختصاص، أكيد لا زال لغز عن أهل الاختصاص. إذا كان عند أهل الاختصاص هو لغز، فماذا نقول عن العامة؟ كيف نفسر؟ فعلا تمام. كيف هذا؟ هذا من خلال يعني تصنيفاته. هناك كانر، اضطراب كانر، لأن التوحد هو طيف، وهذا الطيف فيه تصنيفات، وهذه التصنيفات كانت تجدد حسب الدليل الإحصائي للاضطرابات النفسية كل يعني مرة. هذا التصنيف الأخير أصبح طيف التوحد، بحيث قاموا بفصل بعض الاضطرابات والوقوف عند اضطرابات أخرى. كانر هو أكثر الاضطرابات يعني وضوحا وظهورا، يعني. وأول تصنيف يعني عند الأطفال. لهذا نحن لا نلوم الأولياء ربما لقلة معرفتهم، ولهذا كان نتاج هذا الكتاب موجه لهم للتعرف على اضطراب أبنائهم. يقال إذا عرف السبب بطل العجب، على الأقل يعني نروي لهم ذلك التعطش حول معرفة هذا الطفل، معرفة يعني ماذا يحدث له، ما هذا. إذا قلنا اضطراب كانر هو نوع من الأطفال نجد لديهم يعني مجموعة من الأعراض، ولكن ليس لديه لغة. نجد طفل آخر أسبرغر، أسبرغر هو النوع الذي ربما يحكم عليه العامة بالتوحد أنهم أطفال متفوقو المواهب، وأن لديهم قدرات عالية وكذا، حتى أن هناك بعض الأولياء يقول أنا أريد أن أعرف إذا كان عند ابني موهبة. يا سيدي على هذا، يا سيد نعم في هذه النقطة فقط أقول لهم يا سيدي أو يا سيدتي، أنا يكفيني أن يعرف طفلي من أنا أبوه، وأنه هو إنسان، ولا يهمني باقي المواهب. دكتورة فاطمة، يعني وأنا أقرأ يعني توطئة هذا الكتاب الذي أعتبره يعني مرجعا مهما للطلبة في الاختصاص،
شدتني يعني بعض الكلمات القوية والمعبرة لأمهات وآباء يعني بعض من الأطفال، أطفال التوحد الذين يعني جاء ذكرهم في الكتاب، وهم يروون ويصرحون بمرض أبنائهم. مثلا تقول إحدى الأمهات: ما هذا الشيء الذي أصاب ابني؟ أندهش لتصرفاته وأنزعج من سلوكياته. إلى أن تقول يعني وفي الزاوية الأخرى تقول إحدى الأمهات: تتبعت نمو ابني، ولمجرد تأكد من أن هناك يعني خللا سارحت إلى أهل الاختصاص. إلى أن تقول: أصدق وأنا في حلبة الانتظار أقاويل الأمهات مثلي أتعبتهم رحلة البحث. إلى أن علمت يعني أن ابني مصاب بالتوحد فلم أيأس وبدأت الصراع. ألا تلاحظين معي دكتورة فاطمة خلدوني أن يعني الاندهاش، التعب، الصراع، هذه العبارات القاسية من طرف الأولياء يعني يحملنا إلى أن هذا النوع من المرض فعلا يعني متعب؟ أقول لك أستاذي الفاضل، لماذا قمت بهذه التوطئة؟ قمت بها قصدا، لأنها نابعة من الحقيقة، من الواقع، من معاناة الأولياء. الأمهات والآباء، أنا أقول في حالة الطفل التوحدي ليس تضخيما ولا مبالغة أنهم هم أكثر معاناة من أطفالهم، بحيث أن يعني خلال مساري في التعليم أو في تدريسي للطلبة أقول لهم: أول شيء يجب أن تحتووه الأولياء، لأن 50% من نجاح الجلسات العلاجية تكون من خلال علاج أولا الأولياء نفسيا، يعني نفسيا من الجانب النفسي، تقبل المرض إلى آخره، كان مرض يعني الإرشاد، يعني من خلال جلسات اسمها الإرشاد النفسي. يعني هذا الإرشاد النفسي والتوعية النفسية لكي نعلمهم وندربهم ما هذا الاضطراب، لأن الأقاويل تكثر، الأقاويل سواء في المجتمع الخارجي أو في المجتمعات التواصل الإلكتروني وتدمر يعني، يعني وتدمر الأفكار وتدمر نفسية ذلك الأب أو تلك الأم، مما يجعلهم متعبين لاحتواء هذا الطفل. سؤالك عن إذا كان حقيقة هذا متعب، أقول لك: من يعني يعيش ضمن هذه الفئة أكيد سيجيب بنعم، متعب جدا، متعب جدا، لأن خاصة في السنوات الأولى، لأن هنا لا تستطيع أن تدرك أو تتقبل فكرة أن طفلك مريض، ولا تستطيع أن تجد له حل. لماذا؟ لأن كل جهازه الفيزيولوجي سليم، هم يأتون بطبعهم جميلي المنظر، يعني وكأن أنا كنت أسميهم ملائكة. مثلا يعني هناك بنات يعني مثل الأميرات، حتى أن في وصفهم يعني يقولون يأتون يعني سماتهم ويعني ملامحهم جميلة جدا وبريئة. فكيف تؤمن أنت كأب وأم أن طفلك يعاني من مشكل؟ تأخذه إلى حتى إذا أنت تقبلت وأخذته للإعاقة الذهنية، يقول: لا، طفلك غير مصاب بإعاقة ذهنية، لا تستطيع أن تدمجه مع الأطفال المعاقين ذهنيا. إذا أردت أن تدمجه مع الأطفال العاديين أيضا لا يقبل مع الأطفال العاديين، إذن أين المفر من هنا؟ أليس الأمر متعب؟ إذا قلنا متعب، متعب أيضا من الناحية الاهتمام. هناك أطفال يبقون 48 ساعة مستيقظين، مستيقظين وليس استيقاظا يعني فقط يعني فتحا للعيون وبقاء في السرير، لا، بالصراخ وبنوبات غضب. تخيل معي الوضع إذا كان الأب موظف والأم يعني حتى ولو كانت موظفة أو ماكثة في البيت، معاناتهم أن يبقوا مستيقظين ولديهم مسؤوليات أخرى، فكيف يستطيعون أيضا الاهتمام بهذا الطفل الذي يرونه أمامهم يتعذب ولا يعرفون ما السبب؟ فعلا صعب يعني. هذه من أعراضهم، نوبات يعني للبكاء بدون توقف، صراخ ليس بكاء طبيعيا، يعني تشعر وكأن بكاءهم يحمل أنينا أو معاناة. هناك قهقهات، بمعنى قهقهات ضحك يعني هذه بالموازاة، يضحك بدون سبب، يعني متواصلة. هناك لديهم طقوس، لذلك يعني في وصفهم يقول لديهم طقوس غريبة، يعني هناك يقومون بطقوس وتختلف من طفل إلى طفل، لهذا نقول اللغز، بحيث أن الأعراض لم تجتمع
في مجموعة معينة، بل اختلفت من طفل إلى طفل، لهذا اسموه الطيف. وهل نستطيع يعني في اعتقادكم دكتورة فاطمة خلدوني أن نقول يعني بين قوسين يعني أن الطفل المتوحد الطفل العادي؟ هل الإنسان يعني الطفل طفل العادي هو عادي؟ صح فعلا. هل الطفل العادي عادي؟ لا يمكن أن نجزم في هذا الأمر، ولا يمكن أن ننفي هذا الأمر. يعني هنا تبقى يعني حسب يعني هناك حالات يعني فرضت لماذا قلت لك، هناك في الزاوية الأخرى تقول إحدى الأمهات تتبعت نمو ابني. يعني هناك أمهات استطاعوا الوصول إلى يعني تحدي الذي يعني أباركه، ويعني كنت أسعد بالنتائج التي نتوصل إليها، من طفل أبكم إلى طفل متحدث، من طفل غير واع إلى طفل واعي. يعني هذا في حد ذاته تحدي. هناك أمهات كانت تحلم أو آباء يحلمون فقط بكلمة ماما أو بابا، حتى أصبح طفلهم يحسب ويقوم بعمليات رياضية ويكتب، ويعني هذا في حد ذاته إنجاز. ولكن أن نقول يصبح طفل طبيعي ضميري المهني يعني بعيدا عن العاطفة، نقول لا، لأنه يحتاج دائما إلى متابعة ومراقبة وحماية. إجابة منطقية. استسمحوا ضيفتي لأعرج على الغرفة التقنية وما اختاره الزميل الربيع في استراحته على الضفاف، ثم نعود لنواصل جميل هذا اللقاء مع الدكتورة فاطمة خلدوني. عدنا والعود أجمل وأمتع وأبدع دائما مع الدكتورة وضيفتي فاطمة خلدوني. فاطمة خلدوني، يعني البعض يعني البعض يقول أن الطفل المتوحد يمتلك عبقرية ما، وأنا يعني شخصيا يعني قد شاهدت يعني شريطا وثائقيا لطفل متوحد بأمريكا يمتلك موهبة الرسم. هذا الطفل الذي أدهش الجميع بعد يعني ما جالت به سيارة في شوارع نيويورك، ثم طلب منه رسم بعض ما شاهده من ناطحة سحاب، ليفاجئ الجميع برسمة لناطحة سحاب بكل تفاصيلها وعدد نوافذها.
من أين جاءت هذه الـ 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 يعني هذه الدقة في التركيز دكتورة فاطمة؟ نعود دائما إلى التفسير العلمي بعيدا عن العاطفة كما تحدثنا سابقا. قلنا أن هذا ما يدهش المجتمع، يعني عامة المجتمع، بحيث نرى طفل يعني استطاع أن يصل بقدرة يعني فائقة إلى إسقاط رسم، يعني إسقاط صورة معينة وكأنها صورة فوتوغرافية بكل دقائقها من خلال لحظات فقط من النظر إليها. نجد طفل آخر يقوم بعمليات حسابية طويلة جدا ومعقدة بدون يعني آلة حسابية، أو يسبق الآلة الحاسبة في القيام بها. نجد طفل يعني يستطيع إدراك أشياء، هذو ما تكلمنا عنهم وقلناهم أنهم صنفوا حسب يعني التصنيف العلمي لهذه الحالات بحالات أسبرغر. أسبرغر هذه هي الحالات التي وجدوا لها نفس الأعراض مثل أعراض كانر، يعني في مشكل في التواصل الاجتماعي، في العلاقات الاجتماعية، ولكن يعني لديهم لغة زائد قدرة يعني في أي مجال من المجالات. وهذه القدرة يعني تتوفر لكل المتوحدين يعني؟ لا 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 تتوفر، هذا هو يعني الجواب الذي كان يعني يفتقده أغلب الآباء والأمهات. يعني هنا يجب تشخيص دقيق ومفصل وملاحظة ومتابعة، ويعني لمعرفة هل هذا الطفل يتمتع بقدرة معينة ثم اكتشاف هذه القدرة من أجل يعني يعني الاهتمام بهذه القدرة وتطويرها عنده، لأنها تصبح قناة تواصل لهذا الطفل. قلنا أن لدي المشكلة للطفل التوحدي بصفة عامة هي مشكلة في التواصل، يعني سواء مهما كان يعني نوع الاضطراب الذي يعاني منه يعني تصنيفه. وبالتالي يعني لم يجد العلم تفسير لهذه القدرات الفائقة بحيث يستطيع القيام بهذا، ولا يستطيع أكرمكم الله الذهاب إلى الحمام بمفرده. يستطيع القيام بهذه القدرات الهائلة والفائقة، ولا يستطيع ربما الأكل بنفسه أو القيام أو القول كلمة مرحبا، تناقض يعني، يعني أو الفصل ما بين النهار والليل، ليس تناقض هذا؟ دكتورة فاطمة خلدون، يعني دائما في آخر الحصة نقف عند قول مأثور أو حكمة أو بيت من الشعر، واليوم كان حظك يعني مع الروائية الأمريكية والباحثة المعروفة السيدة كلير سكوفيك، عندما تقول، وهي يعني كاتبة للأطفال وكتبت حول التوحد كثيرا، كما أنها يعني تكتب دائما في نهاية كل فصل من روايتها يعني عن ابنها الذي اكتشفت أنه مصاب بالتوحد في سن الثانية أو الثالثة. يقول الناس أحيانا أن الأطفال المصابين بالتوحد ليسوا قادرين على الحب، هذا كلام سخيف، ابني يحب بشدة، إنه فقط لا يتواصل بشكل جيد. أكيد. أين تقف فاطمة، دكتورة فاطمة خلدوني، من هذا الكلام الجميل؟ يعني أنا شاطرها الرأي، لأن ربما أكثر احتكاكي بكل الحالات، بالرغم أنني يعني تخصصي ليس فقط لأطفال التوحد وإنما أيضا يعني لمختلف الاضطرابات، ولكن كل الحب كل الحب كل الحب الخالص هو عند هذه الفئة. ترى في عيونهم يعني لغة ربما لا يفهمها إلا الإنسان، يعني قبل أن تكون أي شيء، أخصائي أو طبيب أو أستاذ، يجب أن تكون إنسان. وعندما تكون إنسان ستفقه كل اللغات، يعني لغة الطفل التوحدي مليئة بالحب. إذا عرفت كيف تصل إلى هذه القناة للتواصل ستستطيع إخراجه من ذلك العالم إلى عالمنا، وبالتالي تقدم له اليد العون ويكون متعاون معك. من هذا المنبر أتذكر يعني سارة التي يعني كانت يعني أبهرتنا بخروجها من هذا العالم وإعطائنا يعني درسا في أن الطفل التوحدي ليس أبدا يعني معاق كما يسميه العامة، وأنها تستطيع أن تدرس، وكانت لغة التواصل بيني وبينها هي الرسم، يعني أول اتصال بيني وبينها قبل أن تنطق الحرف. رجاء الأميرة، يعني كنت أسميها الأميرة،
للأسف هي من تصنيفات الانتكاس أو ما يسمى الانحلال الطفولي، وهو التصنيف أيضا نجده بالتفصيل في الكتاب. يعني هذه الحالة يعني بالرغم من براءتها ويعني وكأنها الأميرة التائهة، ولكن لم نستطع الوصول إلى نتيجة، ولكن تبقى إنسانة تحبها أمها وأبوها بكل ما يعني بما هي عليه. هناك أشرف الذي تحديته لأجل النطق وقلت يجب أن تنطق وتخرج منه، لأنه بالرغم من أنه مصاب باضطراب مصاحب وهو فرط النشاط، إلا أنه يعني ما شاء الله أبدى تجاوبه بعد يعني مثابرة وبعد تحدي لإخراج كل هذه الحالات وحالات أخرى. محمد، يعني محمد الطفل البريء الصغير، يعني كان من أصغر الحالات عندي، يعني وهنا نقول الكشف المبكر والتشخيص المبكر وبداية العلاج المبكر تكون له نتائج جيدة في المستقبل. للأسف هناك من واصلت معهم وهناك من يعني لظروف خاصة انقطعت عنهم، ولكن يبقون دائما في ذاكرتي أتذكرهم، هم لأن أعطوني الحب، أعطوني ما معنى أن أحب بدون مقابل. يعني وتبقى يعني في الأخير الدكتورة فاطمة خلدون يعني وفية لأبنائها ووفية لمرضاها. فاطمة خلدوني، يعني دكتورة فاطمة خلدوني، لو منحتك افتراضا يعني شهادة تقدير وعرفان وقلت لك لمن تهديها ولماذا؟ يعني والدي بدون أي تفكير. لماذا يعني؟ يعني هما الذي بفضلهما أنا في هذا المكان، هم يعني سبب وجودي في هذه الحياة. إن لم نقدم الشهادة إليهما لن نقدمها إلى أي شخص في هذه الحياة. كلام جميل. الصديقة الدكتورة والكاتبة والأكاديمية فاطمة خلدوني، والله يعني الحديث معك يعني جميل وشيق وعميق، حديث يعني استطعنا من خلاله أن نكتشف عوالم الطفل التوحدي وأسرار حياته وسلوكاته، وقد استفدنا كثيرا من هذا الموضوع، هذا الموضوع الواسع والشاسع، كما اقتربنا يعني من كتابك هذا البحث الأكاديمي، كتاب التوحد رؤية عصبية معرفية، وهو كتاب علمي مهم وجدير بالقراءة يعني في جزئه الأول، والأكيد يعني الجزء الثاني منه سيكون أكثر عمق وإحاطة بهذه الفئة واهتماماتها. الموضوع فعلا يعني مهم يعني، ونحن لا نريد أن يبقى في دائرة الغموض. الموضوع كما قلت موضوعنا يعني جميعا ومسؤوليتنا جميعا، وكان بودي صديقتي أن يطول هذا الحديث يعني لولا أن سيف الوقت يلوى على رقبة هذه السويعة. دكتورة فاطمة خلدوني، هل من كلمة نختم بها ونوقع بها هذا اللقاء الجميل؟ فعلا الحديث كان أجمل وأكثر تشويق، لأنك يعني رجعت بي إلى مرحلة من مراحل الاحتكاك بهذه الحالات، بحيث أنا إذا تحدثت عن التوحد لا أتحدث فقط من منبر أو من رؤية الأكاديمية، بل من رؤية إنسانية، من احتكاك حقيقي بهذه الحالات، ومزج للمعطيات والفرضيات العلمية مع الحقائق والوقائع الملموسة، وبالتالي نخرج بنتيجة يجب على المجتمع ككل أن يتقبل هذه الحالات أو هؤلاء الأطفال مهما كان اضطرابهم، يعني إعطاؤهم فرصة في هذه الحياة فقط، نعطيهم فرصة للحياة. لماذا يعني نحرم هذه الطفولة أن تعيش كباقي الطفولة التي ربما فرضت وجودها فقط لأنها يعني تتمتع بجوانب معينة من تواصل اجتماعي أو تواصل لغوي؟ لماذا؟ لأن هذا الطفل لديه هذا الذي أسميه أو ربما من يعني من رؤيتي الخاصة البكم الذهني، يعني لديه فقط بكم ذهني، يعني لديه كل المشاعر وكل المحبة ولكن لا يستطيع أن يعني يدافع عن نفسه، فلنكن نحن المدافعين عنهم ويعني نساعد الأولياء والأمهات والآباء من أجل احتواء هذه الطفولة، فإنها مسؤولية الجميع وليس مسؤوليتهم وحدهم فقط. شكرا. وبهذه الكلمات الجميلات التي رشتنا بعطرها الصديقة الدكتورة فاطمة خلدوني، والتي أثتت يعني هذا اللقاء بحضورها العارف الجميل،
أشكرها شكرا وافيا على تلبيتها لدعوتي التي أسعدتني بحق، متمنيا لها التوفيق في مسارها المعرفي والأكاديمي والحياتي، كما أتمنى أن ألقاها في لقاء آخر ومنجز آخر بإذن الله. كانت هذه ضفاف ثقافية، أنا الأخضر بخت أحييكم كما يحييكم الزميل الربيع من وراء العارضة التقنية. شكرا، شكرا لمن تابع وتتبع واستمع واستمتع، والسلام، كل السلام على من مر علينا بسلام وعلى المحبة. نلتقي.